السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على المحطه الطرقيه لمدينه قرسيف. غنهضروا على المشاكل والاختلالات اللي كتعاني منها، غنشوفوا المداخيل ديالها، وغنعرفوا شكون هو المسؤول على تدبير شؤون هذا المرفق العمومي المهم. نشوفوا المقتطفات ولا نكال. بحثنا على هذا المرفق ولقينا بلي تعطات انطلاقة العمل به بتاريخ 15 مارس من سنة 2015، رغم أنه كان محط انتقاد العديد من المهتمين نظرا لضيق وصغر المساحة ديالو، حيث فازت واحد الشركة تدعى ندى بصفقة التدبير المفوض لبعض مرافق المحطة الطرقية، إلا أنها تم فسخ العقد معها بعد مدة وجيزة على اعتبار ما احترمتش بعض بنود دفتر التحملات، وكان ذلك بتاريخ 18 أبريل من سنة 2015. وغادي تولى المجلس البلدي السابق تسير شؤون هذا المرفق الى حين انتخاب مجلس جماعي جديد. في سنه 2016 فاز شركه اخرى بصفقه التدبير المفوض لبعض مرافق المحطه الطرقيه مقابل مبلغ ما يقارب 64 مليون سنتيم سنويا، الا انه لم تدخل غمار التسيير وانسحبت بعد مده وجيزه نظرا لعدم خبرتها في هذا المجال. في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة قرسيف والملعقدة بتاريخ 29 ديسمبر من سنة 2016، تم التصويت بالإجماع على بعض تعديلات كتهم بنود دفتر التحملات خاصة في شقه المالي، وكانت هناك زيادات كبيرة وصلت إلى حدود 400% بالنسبة للحقيبة الكبيرة و 233% بالنسبة للحقيبة الصغيرة و 50% بالنسبة لقيمة ولوج الحافلات، بحيث ارتفع واجب حفظ الأمتعة من درهم ونص إلى 5 دراهم بالنسبة للحقيبة الصغيرة، ومن 2 دراهم إلى 10 دراهم بالنسبة للحقيبة الكبيرة، ومن 20 درهم إلى 30 درهم بالنسبة لقيمة ولوج الحافلات. وهذا الموضوع نفسه هو اللي طرقت له جريدة قرسيف 24 في مقالها بتاريخ 26 يونيو من سنة 2017 تحت عنوان أشواق في المحطة الطرقية، من المستفيد وما مصير عمالها؟ والمقال جات فيه مجموعة من التساؤلات والمعطيات التي تحيلنا على شبهة الفساد. في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة قرسيف والمنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر من سنة 2016، تم التصويت بالإجماع على تعديلات تهم بعض بنود دفتر التحملات خاصة في شقه المالي، حيث كانت هناك زيادات كبيرة وصلت إلى حدود 400% عن الحقيبة الكبيرة و 233.33% عن الحقيبة الصغيرة و 50% عن قيمة ولوج الحافلات. تاريخ 1 يناير من سنة 2018 تولت واحد الشركة تدعى صفقات بلادي تدبير شؤون هذا المرفق، حيث يشاع على أنها انفردت بالصفقة مقابل مبلغ ما يفوق 52 مليون سنتيم سنويا. بحثنا على هذه الشركة المكلفة بتسير هذا المرفق اللي كتعتبر لوجه المدينة مرفق مهم اللي كيولجوا له حافلات من جميع مناطق المملكة وعلى متنها مسافرين على صعيد التراب الوطني. لقينا على أن المحطة الطرقية كتعرف جملة من الاختلالات والمشاكل، على رأسها نظافة المرفق والصيانة دياله والتجهيز دياله وراحة المسافرين والطمأنينة ديالهم، إضافة إلى عدم قانونية العاملين والفوضى والتسيير والعشوائية. لقينا أيضا على أن الشركة كتخرق بعض بنود دفتر التحملات بالإضافة إلى تلاعبات مادية غادي نطرقوا لها بالتفصيل من بعد الروبورتاج. محطة طرقية، إنها من البؤر السوداء التي تستنزف ميزانية الدولة والمواطن على حد سواء، بها من الكوارث المفتعلة عن سبق الإهمال واللامبالاة، نظافة ضعيفة وكراسي قليلة ومتهالكة، ومساحة خضراء تحولت إلى صفراء، وأبواب متلاشية، وقاعة انتظار فارغة، ومراحيض متعفنة، وفوضى عاربة، غش وتلاعب ومشاكل لا تعد ولا تحصى.
تبين لنا على أن الشركة المسيرة سبق ورفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة مكناس على بلدية خنيفرة كتهمها فيها بالتلاعب في صفقة تفويت المحطة الطرقية لمدينة خنيفرة دائما، حيث قالت في الشكاية ديالها على أنها تقدمت بطلب عروض من أجل المشاركة في تدبير مختف مرافق المحطة الطرقية، إلا أنها حسب الشكاية ديالها تفاجأت بقرار تأجيل تاريخ فتح الأضرفة من 8 يونيو إلى تاريخ 10 يونيو من سنة 2017 دون إشعارها، شيء الذي اعتبره الممثل القانوني للشركة تلاعبا حسب ما جاء في مقال نشره موقع ماروك 24 بتاريخ 19 نوفمبر من سنة 2017 تحت عنوان تلاعب في إعلان صفقات تجر رئيس بلدية خنيفرة إلى المساءلة الإدارية. وردا على هذه الاتهامات خرجت بلدية خنيفرة بتوضيح لها بالتاريخ 21/11 من سنة 2017 كتقول فيه على أن طلبات العروض تمت وفق قانون الصفقات العمومية وكناش التحملات الخاصة بها، وكتقول أيضا على أنه تم الترخيص باستغلال بعض مرافق المحطة الطرقية عن طريق طلب عروض عدد 8 على 2017 بتاريخ 10 نوفمبر من نفس السنة يعني سنة 2017، وكتقول أيضا على أنه كان بحضور أعضاء اللجنة وباش المدينة وعموم المواطنين والمهتمين في جلسة علنية، وأسفرت الجلسة على إقصاء 3 ديال الشركات من بينها الشركة المشتكية لأنها لا تتوفر على الشروط المطلوبة في البند الرابع من دفتر التحملات. هذا البند الرابع ينص على أن المنافس يجب أن يكون منخرطا أو منظما في إطار جمعية خاصة لنقل المسافرين أو بقطاع نقل المسافرين، واتهمت أيضا بلدية خنيفرة شركتين نادى صفقات وصفقات بلادي على أنهما شركة واحدة، وكتقول أيضا على أن هذه الشركة عندها مشاكل كثيرة مع عدد ديال الجماعات وخصت بالذكر جماعة ميدلت، وقالت على أن هناك قضية رائجة أمام المحاكم، وذكرت أيضا جماعة أزرو وقالت على أنه سبق وصدر حكم قضائي بشأنها قاضي بإفراغ المحطة الطرقية لأن الشركة لا تؤدي واجبات الكراء لمدة تفوق 8 أشهر، وقالت في الأخير على أنها غادي ترفع دعوى قضائية في مواجهة الممثل القانوني ردا على اتهامات الموجهة لأعضاء اللجنة. نفس المشكل مع هذه الشركة عانت منه جماعة سيدي قاسم، حيث جاء في مقال على صفحة فيسبوكية معروفة تدعى سيدي قاسم 24 تحت عنوان فضيحة صاحب المحطة الطرقية لا يؤدي أي سنتيم للمجلس البلدي، قال صاحب المقال على أن الشركة يعني شركة صفقات بلادي لا تؤدي واجبات استغلال المحطة الطرقية لبلدية سيدي قاسم منذ ما يزيد على 4 أشهر، وعلى أن الفائز بالصفقة فر هاربا إلى وجهة غير معلومة وعلى ذمته مبلغ 248 ألف درهم يعني ما يفوق 24 مليون سنتيم. الخبر نفسه أكدته جريدة هبة برس الإلكترونية في مقالها بتاريخ 4 يناير من سنة 2018 بعنوان سيدي قاسم وضع مأزوم يدخل المحطة الطرقية إلى نفق، حيث تحدث كاتب المقال على امتناع الشركة المسيرة للمحطة الطرقية على أداء واجبات السومة الكرائية لبلدية سيدي قاسم، وتحدث أيضا عن خروقات واختلالات تتنافى وبنود دفتر التحملات وهي نفسها المشاكل اللي غرق فيها المحطة الطرقية لمدينة جرسيف. من بعد ما تأكدنا على أن المحطة الطرقية لمدينة جرسيف تحوم حولها شبهات الغش والفساد، قررنا نعمق البحث والقناع على أن الشركة المسيرة تتفنن في خرق بنود الاتفاقية ودفتر التحملات. لقينا على أن الشركة لا تهتم بنظافة المرفق ولا بالصيانة دياله ولا بالتجهيز دياله، لقينا أصلا على أن الكراسي متهالكة واللوحات الخاصة بحركة الحافلات منعدمة، لقينا أيضا على أن هناك مشاكل يومية بين المسافرين وبعض العاملين وحتى المستخدمين أغلبهم لا يتوفرون على الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، كنقصدوا الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية إلى آخره. العاملين بهذا المرفق يستنكرون جملة من الاختلالات، أكدوا لنا على أن الشركة تستقطب حراس أمن خاص من ذوي السوابق الإجرامية لكي يعاملوا المرتفقين أو المواطنين معاملة سيئة. صرحوا لنا أيضا على أن المحطة الطرقية ما عندهاش مسير قار وعلى أنه تعاقب على تسيير هذا المرفق ما يقارب 6 ديال المسيرين
في ظرف 8 أشهر، وحتى هذا كتعتبروا الشغيلة أو الناس العاملين بالمحطة الطرقية سبب من الأسباب لكي يجعل هذا المرفق يعيش حالة دائمة من الفوضى والغليان. صرحت لنا مصادر موثوقة أيضا على أنه سبق وتم ضبط حارس أمن خاص رفقة فتاة داخل مستودع حفظ الأمتعة بالمحطة الطرقية، وتم تحرير محضر قانوني في هذه النازلة أو في هذه الواقعة من طرف عناصر الأمن. وزاد نفس المصدر على أنه سبق لرئيس مصلحة الجبايات بجماعة قرسيف أن توصل بإخبارية في منتصف الليل مفادها على أن أحد حراس الأمن كيتعاطى الخمر وهو أثناء مزاولته لمهامه. هذا الشيء اللي اضطر معه رئيس مصلحة الجبايات على أنه يتنقل للمحطة الطرقية رفقة عناصر الأمن، إلا أن المعني بالأمر فر هاربا من الباب الخلفي للمحطة من بعد ما شاف سيارة الشرطة. لقينا أيضا تلاعبات وزيادات مادية في قيمة ولوج الحافلات للمحطة الطرقية، بحيث الحافلات العائدة كتأدي نفس قيمة الحافلات العابرة، خلافا للبند 18 من الاتفاقية التي تظهر أمامكم. المصادر ديالنا تؤكد على أن الشركة لم تؤدي مستحقات الكهرباء إلا بعد 6 أشهر من تسليمها زمام التسيير، وتوصلنا بوثيقة يعني وثيقة اشتراك الشركة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، وعليها تاريخ 6/6/2018، ما يطرح فرضية أداء دافع الضريبة والجماعة الحضرية لقيمة استهلاك هذه الشركة للماء والكهرباء لمدة تفوق 6 أشهر. واللي كيأكد هذه الفرضية هما العدادين اللي كيقول المصدر ديالنا على أنهما يعودا للشركة، الأول للشركة والثاني للجماعة الحضرية لمدينة قرسيف، حيث هذا العداد اللي في الصورة رقم 1 بالإضافة للفيديو يقول المصدر دائما أنه للشركة المسيرة، والعداد الثاني اللي كتشوفوا كيقول المصدر ديالنا على أنه للجماعة الحضارية. إذا افترضنا أن هذه الادعاءات صحيحة، فلازم نتسألوا أش كيدير العداد ديال الجماعة الحضارية في المحطة، على اعتبار على أنها كرات جميع المرافق أديالها، وعلاش هذا العداد كيدور بهذه السرعة، وشكون كيستهلك هذا الماء كامل. من بعد ما قطعنا الشك باليقين على أننا أمام اختلالات وتجاوزات تفوح منها رائحة الغش والفساد، وعلى أن الشركة سيئة السمعة وكتخرق بعض بنود دفتر التحملات ومقتضيات الاتفاقية المبرمة بينها وبين المجلس البلدي، وبما أن العقد هو شريعة المتعاقدين فهذا يعني حسب مقتضيات الفصل 32 من دفتر التحملات سقوط حق تدبير المفوض إليه تلقائيا بقوة القانون، وخص الجماعة تشد زمام الأمور وترجع تتكلف بتسيير هذا المرفق بقوة القانون دائما. من بعد ما تطرقنا للاختلالات والمشاكل والتجاوزات اللي كتعاني منها المحطة الطرقية واللي كتنافع مع نصوص وبنود دفتر التحملات والاتفاقية المبرمة من نظافة والتجهيز والصيانة واعتناء بالمساحة الخضراء، إضافة إلى انعدام راحة المسافرين والطمأنينة ديالهم، بالإضافة إلى عدم قانونية العاملين واستنكارهم لجملة من الاختلالات والسلوكيات المشينة اللي كتسيء صورة هذا المرفق، قررنا نبحثوا أكثر باش نعرفوا شحال المداخل ديال هذا المرفق بدون احتساب المقهى والمحلات التجارية، وشحال كتربح هذه الشركة من هذه الصفقة المشبوهة، وشحال قيمة الأموال اللي كتضيع على الجماعة الحضرية بسبب هذه الصفقة المشبوهة، وكتبقى هذه الأرقام والمعطيات تقريبية وقابلة للارتفاع خاصة في أوقات الذروة والمناسبات والعطل. من بعد ما تم التصويت بالإجماع على تعديلات كتهم بعض بنود دفتر التحملات خاصة في شقه المالي، وسبق قلنا على أنه كانت هناك زيادات كبيرة وصلت إلى حدود 400%، حاولنا أننا نحسب مداخيل هذا المرفق دون احتساب المقهى والمحلات التجارية، حسبنا أيضا المصاريف ديالو باش نعرفوا الربح الصافي لهذه الشركة من هذه الصفقة، حاولنا نعتمد على مداخيل ومصاريف واضحة بحال الشبابيك والحافلات العابرة والحافلات العائدة والمراحيض ومستودع حفظ الأمتعة، بالإضافة إلى مبيت الحافلات. لقينا على أن هناك 8 ديال الشبابيك كتدخل مبلغ 8000 درهم
شهريا، يعني 9,600,000 فرنك سنويا بنسبة مئوية تقدر ب 5.64%. ولقينا ايضا الحافلات العابره للعدد ديالها 114 حافله، واللي كنتوفروا على لائحه باسماء الحافلات واللي كتدخل اكثر من 123 مليون سنتيم سنويا بنسبه مئويه تقدر ب 72.35%. وكاينه ايضا الحافلات العائده في نفس اليوم كتدخل 11 مليون ونصف المليون السنتيم بنسبه مئويه تقدر ب 6.77%، إضافة إلى المراحيض اللي كترد 18 مليون سنتيم سنويا بنسبة تقدر ب 10.57%، زيادة على مستودع حفظ الأمتعة اللي كيدخل 7,200,000 فرنك سنويا بنسبة تقدر ب 4.23%، إضافة إلى مبيت حافلتين اللي كيأديو 7,200 درهم سنويا بنسبة مئوية تقدر ب 0.42. بهذا كتكون المداخيل الإجمالية تقدر بأزياد من 170 مليون سنتيم سنويا، وكتبقى هذه الأرقام دائما قابلة للارتفاع خاصة في العطل والأعياد والمناسبات وأوقات الذروة. قلبنا ايضا على مصاريف هذه الشركه ولقينا بلي عندها 4 ديال الحراس امن خاص كيتخلصوا 1500 درهم للواحد شهريا، اللي هي 7,200,000 فرنك سنويا. لقينا ايضا عندها 5 ديال المستخدمين اللي كيتخلصوا 1000 درهم لكل واحد في الشهر، يعني اللي هي 6 ديال المليون سنويا، الاضافه العاملتين اللي كتقاضوا 1200 درهم شهريا للواحده اللي هي 28,000 درهم سنويا، ومصاريف الماء والكهرباء اللي قدرناها حسب ذوي الاختصاص واصحاب الخبره ب 2000 درهم سنويا، ب 2000 درهم عفوا شهريا اللي هي 24,000 درهم سنويا، زياده على 250 درهم ديال الهاتف شهريا اللي هي 3,000 درهم سنويا، بالاضافه الى واجب كراء المحطه اللي هو 523,000 درهم سنويا. وغادي يصبح مجموع مصاريف هذه الشركة داخل هذا المرفق هو ما يفوق 71 مليون سنتيم سنويا. من بعد ما نقصنا الخسائر السنوي لهذا المرفق من الدخل السنوي ديالو، تبين لنا على أن الربح الصافي لهذه الشركة من هذه الصفقة والذي يقدر بما يفوق 99 مليون سنتيم سنويا بنسبة مئوية تقدر ب 189.45%. إلى ضربناها في مدة العقد اللي هو 5 ديال السنوات، فغادي نلقاو باللي مبلغ قريب 500 مليون سنتيم سنويا اللي كتضيع على جماعة قرسيف بسبب هذه الصفقة المشبوهة. هذا المبلغ الضخم اللي قابل للارتفاع واللي كيضيع على ميزانية جماعة قرسيف، واللي يمكن استغلاله في أمور أخرى تعود على الساكنة وعلى المدينة بالنفع. وبهذه المعطيات غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، وغادي نضرب لكم موعد جديد مع ملف جديد في حلقه جديده من هذا البرنامج، ودمتم لهذا الوطن محبين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.